بينت الدكتورة تسنيم عطاطرة الممثل المعين لمكتب منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين خلال استضافتها في برنامج بكم نعود أن افتتاح مكتب المنظمة في البحرين يعد استكمالا لمسيرة الإنجازات التي حققتها المملكة في القطاع الصحي، منوهة بأهمية تعزيز العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية والتطوير المستمر لتلك العلاقات في المجال الصحي. منظمة الصحة العالمية تعنى بالصحة وصحة الشعوب، ولما بنحكي عن موضوع الصحة، الصحة هي من أهم العوامل اللي بتؤدي إلى رفاهية الشعوب. فمنظمة الصحة العالمية بتشتغل مع وزارة الصحة، بس كمان بتشتغل مع المؤسسات المختلفة، مع الوزارات المختلفة، لإعطاء المشورة الصحية المثلى اللي هي بتترجم اللوائح والإرشادات العالمية. بس لما إحنا بنيجي بنترجمها على أرض الواقع، كمان بنترجمها حسب أولويات الدولة اللي إحنا بنشتغل فيها. في البحرين آلية عملنا مميزة جداً، لأنها كمان تعنى في إنه إحنا كيف نترجم إنجازات البحرين اللي هي مش بس إنجازات متميزة على مستوى البحرين، بس كمان على مستوى المنطقة. فالبحرين كسباقة في هاي الإنجازات، فإحنا راح نشتغل جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة، مع الوزارات المختلفة، مع كمان الجامعات، أساس إحنا نقدر إنه نوثق هاي التجربة ونصدرها للعالم. كما أشادت الدكتورة تسنيم عطاطرة بدور فريق البحرين المتميز بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي شكل علامة فارقة ونموذجا عالميا يحتذى به في إدارة جائحة كورونا على المستويات كافة. البحرين كانت سباقة ومثال يحتذى به للإدارة الحكيمة، للرؤية اللي كانت حتى من قبل إعلان أول حالة في البحرين. قبل ذلك بكثير كانت البحرين عندها رؤية لحماية أهلها وناسها، وكمان للتصدي لهاي الجائحة. أجمل ما رأيت لما زرت المنشآت الصحية خلال اليومين الماضيين مع دكتور تدرس ومع الفريق المتميز من وزارة الصحة، كان إشي بفرح القلب إنك تشوفي فريق متميز بعمل بكفاءة عالية. كانت الطاقة الإيجابية، كان الأجمل من هذا كله إنهم كلهم بيشتغلوا على قلب واحد، فهنيئاً للبحرين بفريق البحرين. كان يمكن كمان إذا بسمحوا لي جمهوري الكريم، أنا تشرفت بإني أنا أشوفهم، مش بس الطبيب والممرض، بس كمان المهندسين من كافة القطاعات، فخورين باللي أنجزوه. بسم الله ما شاء الله. إذا كان كراش سيارات اتحول لمنشأة صحية على أرقى ما يكون، في وحدات عناية مكثفة، بسم الله ما شاء الله. بس ما كانت بس تقديم الرعاية الصحية، بس فكروا بالمكان من ناحية هندسية، كيف كمان البرنامج التهوية وما إلى ذلك. ففريق متميز فكر في أدق التفاصيل.